إدريسا خال موسى سنشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم إدريسا خال موسى، كاميروني الجنسية، الإقامة دولة الجابون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم رب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. صدق الله العظيم. إدريسا خال موسى من الكاميرون ويقيم في الجابون، تعليقكم شيخنا الكريم. بارك الله فيك أخي إدريسا، ما شاء الله صوتك قوي، يعني تصلح، يعني صوتك يصلح للإمامة، أن تكون إماما جهوري قوي، لكن بدك تدرب زيادة، الله يرضى عليك، على يدي أستاذ، تتدرب على يدي أستاذ ليس لوحدك. عندك موضوع إخراج غنة مع حروف عديدة في المدود العارضة للسكون، الرجيم، الرحيم، يسقين، يحيين، كل المدود هذه كان فيها غنة، والغنة لا تكون إلا مع الميم والنون فقط، أم أن ولا ثالث. انتبهت يا أخي، الله يبارك فيك. مريضت، هنا بدك تنتبه، هذا ضاد، مريضت، اسمعني جيدا، مريضت، وإذا مريضت، وليس مريضت، مريضت هذا صارت كالطاء، انتبهت. يغفر، يغ أو، هذا حرف الغين، أو، وليس يغفر، يغفر صارت كأنه يغفر بالخاء، انتبهت. يوم الدين، دا دو دي، وليس يوم التين، انتبهت. التين هذا ثمرة اسمها التين، والتين والزيتون شيء ثاني، انتبهت. يوم الدين، دا دو دي الدين، انتبه، الله يرضى عليك وتدرب ولك مستقبل إن شاء الله.